اكنس بعيد يا حداي عن خيمه العرسان، وبلاش تلميع الاوكر ده على الصبح. هو انا مش شايف شغلي ولا ايه يا ريس؟ انجار يا سوسه من هنا. روح بعيد يا حداي عشان خيمه الملاعب بتاعتك. ها صباحيه مباركه يا عريس. صباحيه بذمتك. انا بنفس كده. مش انت لسه عريس برضه يا استاذ شريف؟ افتكرش يا حداي، وبعدين حط صوتك عشان المدام نايمه، وما صدقت ان اعصابها هديت عينيها غفلت شويه. ها انا قلت بس لا تكون عاوز فطار وشويه شاي يعني استباحه كده. انا نهار ابيض، دي سيمفونيه مصلح افندي هيصحيه عشان يتكلم الورديه. الساعه بقت كام دلوقتي؟ 6 صباحا يا عريس. انا نهار ابيض، اتاخرت على شغل. انا بصحيك بس عشان امير بيه بعد 10 دقايق هيمر. قول بقى ان غيران من الخيمه الشيك بتاعتي دي. ها الخيمه يعني؟ والله انت دماغي يا استاذ شريف. طب انت بتبات فين؟ انا بنام مع البني ادمين. اه اسف يعني مش قصدي اضايقك. بنام مع الكناسين تحت في المسجد، هنصلي الفجر ونفطر مع بعض وبعدين المشرف يوزعنا على الشغل. بقول لك يا حد، انت بقالك قد ايه في الشغلانه دي؟ انا داخل على 2 سنين. تاخد كام؟ بص بقى، هو المرتب بالبدلات يعني يوصل لحوالي 900 جنيه وزي ما انت شايف يعني بتورزق من كذا حته. يعني اول تعيين عندكم 900 جنيه؟ ده انا هروح اصحي لنا ونقدم طلبين. اوعى تكون بتفكر ثيرابيستي يا استاذ شريف. معقوله برضو انت والمدام رانا هتمسكوا مقاسات وتستنوا الزبون بعربيه علشان 5 جنيه؟ هو ده مش شغل شريف؟ شريف طبعا، بس يعني بهدله. مش معقوله المدام رانا وسط بهدله ومرمطه برضه. اسمع حداه، لو ما اشتغلناش انا ومراتي هنتطلق، واظن انت سمعت الموضوع ده كذا مره. ها اهلها ما كانوش راضين بيا، وبعدين انا اشتغلت مندوب مبيعات في التايم شير، وقفت في بنزينات. ما صبايا يعني شاليهات تمليك، بس مش تمليك قوي يعني. والله وطلعت بنكار يا شرف يا اخويا. تقدر تساعدني يا حداه؟ هحاول والله. سيبني بس اقول للمشرف في طريقه. ما تصدقوش يا استاذ محمود. صباح الفل. يلا يا عم صح المدام ولم الخيمه، وانت يا سيدي روح اخنش بعيد اجري. انت لسه واقف برضك ترغي مع العريس ومعطله عن شغله؟ ميرسي قوي يا حبيبتي، بس ما قلتليش اسمك ايه؟ نسمه. احنا تعبناكي معانا من امبارح يا نسمه، يا ريت يا حبيبتي تندهي لزميلتك وتيجوا تفطروا معانا. بالهنا يا استاذه رنا، بس ما ينفعش عشان الشغل. واستاذ مصلح واستاذ محمود فاهمين وضع الكافيه وعارفين مدام ولاء كويس. بعد اذنكم. انا مش فاهم مالها صاحبه الكافيه. بص يا سيدي، مدام ولاء سيده مجتمع راقي، والكافيه ده بالنسبه لها منطقه سيدات ورجال الاعمال، اللي مسافر واللي راجع من السفر لازم يعدي من هنا يختم الجواز. قصدي يعني يدي تمام، سواء الهانم موجودة أو مش موجودة، كل شيء بيوصل لها، وبتعرف أصدقائها جم إمتى وماشيين إمتى. طيب وهي مستفيدة إيه يعني؟ جاوب. جاوب يا اللي عملت لغ وخلاص. الكافيه ده مكان مهم جدا للبيزنس يا هانم. مال صفقات على اعلى مستوى. يعني لما ولاء هانم تعرف رجل اعمال على رجل اعمال تاني ويخشوا مع بعض في البيزنس يبقى لها نسبه كبيره. ولما الاخوه العرب ينزلوا مصر بتكون ولاء هي مدير الاعمال بتاعهم، خصوصا ان اهل الخليج بيحبوا يا هانم يكون مع ستاتهم ست. الست دي بقى تعرفهم المتاجر والفنادق وأسعار الذهب واللازم منه والألماز واللي الحمد لله. من أولها كده يا أستاذة هلقش بقى على طول؟ لا، البحر يحب الزيادة. لا والله شبعت بجد، أشكرك. والله انت ست قنوعة جدا يا استاذة، وبقيت زي اختنا. زي اختنا؟ لا لا لا، بقيت اختنا فعلا. احنا كمان والله حسينا بانكم بقيت اخواتنا واهلنا.
يلا بينا يلا بينا نسيب الكافيه عشان مش عايزين مشاكل لنسمة هانم وزميلتها. انا فهمت انكم محتاجين شغل يعني، وانا عن نفسي هسأل مدير الاستعلامات، وانت يا مصلح لازم تتحرك وتسأل رؤسائك. اللي قولوا له يا جماعة، هو لازم في المطار؟ مش لازم، المهم شغله وخلاص. يعني لو جه زبون عندي كده ولا كده يجمرك أي حاجة أسأله؟ مش أي زبون يا مصلح، لازم يكون حد يعني صاحب شركة أو رجل أعمال، الناس دي مش وش بهدالة. علم علم وينفذ يا محمود أفندي. واعمل حسابك الغدا عندي. ودلوقتي بقى يا أستاذ شريف يلا لم الخيمة ودخلها في الشنط دي، وهات الشنط دي عندي أنا تحت الكاونتر هنا، ها عشان أمير بيه على وصول دلوقتي. بتعملوا حساب قوي كده لأمير بيه كما لو كان وزير الداخلية يعني؟ بالنسبة لنا هنا في ترانزيت أمير نظير أهم شخصية. معقول؟ الراجل ده جميل على كل واحد هنا في الصالة دي. هو جه هنا من 3 سنين كده، ومن يوم ما جه الصالة وهو كل يوم بيزيد غلاوة زي الذهب بجد. بصراحة هو ذوق، ووقفته معانا امبارح تشهد بكده فعلا. لو سألت عليه في الصالة أي حد هيحكي لك عن موقف جدعان عمل معاه أمير بيه، علشان كده احنا بنخاف عليه وعايزينه يترقى ويكبر ويكبر ويكبر، بس اهم حاجه يفضل في المطار. عندك حق يا استاذ محمود، عندك حق. بص بقى يا شيبي، من هنا ورايح نشيل الارقام، لا تقول لي يا استاذ محمود ولا اقول لك يا شريف بيه، هي الاستاذه بس، الاستاذه بس اللي هنقول لها يا استاذه مصلح، بس تقول له يا مصلح افندي، اصله بيحب اللقب ده قوي. خايفة اقعد في نفس المكان، الشؤم والنحس اللي اسمه حداية ده يكنس تاني ويوترني. خايف على البنطلون أصدقت إنه نشف، ولا اللي اسمها رنا دي بقها زي حنفية المطافي، وصل العصير لحد الترابيزة بتاعتي. أحسن حاجة أختار مكان بعيد، استرها يا ستار. حضرتك تشرب حاجة؟ أيوة فنجان قهوة مظبوط. يعني بلاش عصير؟ عصير؟ أعوذ بالله. ألو، أيوة أنا سعيد أبو الرجال، مين حضرتك؟ مدام سترايس، أهلا وسهلا، وصلت حضرتك بالسلامة؟ طب حمد لله على السلامة، أنا منتظرك في صالة الوصول، لا قاعد على الكافيه، ما أنت عارفة كافيه ولا هانم. اسمعي، معاكي شنط أو حاجة تتجمرك؟ طب الحمد لله، يعني هنطلع بسرعة. خلاص خلاص، هطلب لك قهوة على بال ما تخرجي. مع السلامة. اسمعي، هتيجي واحدة دلوقتي تقعد معايا، أول ما توصل تجيب لها فنجان مظبوط زي ده. زي ده؟ متأكد؟ خلاص لت وعجل، شكرا. أستر يا رب، هداية بوز النحس ظهر. ما تخافش يا سعادة البيه، مش هنكنس هنا النهاردة. اوعى تفتكر اني مهتم بكلامك، انا مشغول. خد راحتك في الكافية يا باشا، انا مشغول جدا. لو سيادتك مستني ولاء هانم هي مش جاية الصبح. انا مشغول. طيب لو مستني حد هيوصل ممكن اروح استناه واجيبه لحد الكافية وخلي سيادتك مستريح. تعرف؟ جرب. طيب هي شكلها أجنبي بس بيتكلم عربي، واسمها مدام ست رايس. الخواجاية الست رايس. ماشي،
هجربك في المشوار ده، لو نجحت هتاخد حسنة كويسة. ما تخافش على حدايا يا باشا، هوا وهتكون عندك الست رايس طالما الموضوع فيه مصلحة. ايوه يا باشا، المدام ست رايس كلمتني اول لما وصلت مصر، بس لسه ما خرجتش من جوه. ما تقلقش يا جناب الرئيس، كله تحت السيطرة. بس لو كنت قابلت مدام ولاء امبارح كانت سهلت علينا كل حاجة. أيوة يا جناب الباشا، هي عارفة اني جاي النهاردة، بس حضرتها مش بتصحى بدري. حاضر يا باشا، مع السلامة. كده تمام يا باشا، برافو عليك يا ولد، خد 20 جنيه بحالهم اهو. 20؟ وليه التبذير ده كله؟ اسرح بقى. طب هات 10 جنيه بقى منهم لحسن اقول للرئيسة الكبيرة. انتوا بتعملوا بيزنس من ورايا يا حداية؟ انت والمشرفة بتاعتك؟ ال20 جنيه دي اخد 10، وانتوا كل واحد ياخد 5، وكفاية اني سكت على انحرافكم يا منحرفين. يا مليون مرحب يا مدام سترايس. أهلا يا صديق، من زمان ما تلاقينا، سعيد بيك. الباشا أول لما كلمني قلت أعمل اتصالاتي، ومش متأخر والله. أنت عارفة معزتك أنت والخواجة. لا ويدي، مش أول بيزنس نعمله معكم يا سعيد بيك. طبعا يا مدام، أنت غالية. يا ترى المرة دي محضر لنا إيه؟ شوفي يا سيدي، دي صور مستندات ملكية مباني مهمة في مصر. أنت عارف أن أجدادي كانوا عايشين في اسكندرية وقاهرة وإسماعيلية وبورسعيد، وكان عندهم أملاك كتير. ولما قامت ثورة عبد الناصر حجروا وسابوا كل حاجة. طبعا هم باعوا مباني كتير، بس اللي سابوا أكتر. وكمان أنا عملت توكيلات من يونانيين ودعهم زي خالاتي، وجيت عشان أعديك الورق. وأنت بعي ليك المخامين والمؤزفين، وأي تكلفة احنا جاهزين. تمام يا مدام، بس ده موضوع هياخد وقت ومنازعات ومحاكم، انت عارفة هنا الحاجات دي بطيئة. حبيبي كله بتمنى انت تروح لبعشة وهو خدرس الموضوع ويقول لنا على المبلغ المطلوب. اولا هنحتاج ورق من السجلات المدنية، دار المحفوظات، وارشيف كذا وزارة، وهنحتاج فريق محامين كبار، وفلوس كتير لزوم الرش على الناس اللي هتخدمنا. فاهماني طبعا. كل شيء يخون يا حبيبي بأملاك في مصر، مش في أي خطأ. ما ينفعش أخذ المقاولة دي لوحدي. أنت عايز تزل منينا البعشة الكبير يا سيد بيك ولا إيه؟ اتفقنا يا مدام، إنما أنت رايحة فين؟ أنا مسافرة على قبرص عشان أعرف القيادة بكل خطوة. إحنا بنشتغل بفلوس الناس كبيرة، خلي بالك أي غلطة بحساب.